الحكومة أليس نمباي قامت بزيارة تفقدية إلى المبنى الجديد للإذاعة والتلفزيون برفقة المدير العام للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. بعض من حارات العاصمة إنجمينة تشهد فيضانات وتضررت من جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة إنجمينة مؤخرا. النشرة الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة تفقدية إلى مجمع مندليا لإنتاج الألبان ومشتقاتها، والذي أنشئ على مساحة تقدر ب 1500 هكتار، ويضم المجمع مزرعة حديثة. الحبيب حامد. لم تكن هذه الزيارة التفقدية فريدة من نوعها، لأن المزرعة في الأساس كانت مزرعة فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الخاصة، وتم تأسيسها في أواسط 2009، وسلمها فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى وزارة الثروة الحيوانية بهدف تحسين نسل الأبقار التشادية، ومن ثم رعايتها وإنتاج ألبان صنعت في تشاد. ودأبت وزارة الثروة الحيوانية في تطوير هذه المزرعة التي بنيت على مساحة 1500 هكتار وإسطبل يضم أكثر من 150 بقرة حلوب من مختلف رؤوس الأبقار التشادية، إضافة لأن هذه الأبقار تنتج يوميا ما يعادل 10 إلى 15 لترا من الألبان في اليوم. ومن خلال حبه للوطن وحرصه الشديد لتطوير الثروة الحيوانية في تشاد، أطلق فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو على هذا المشروع مجمع مندليا الصناعي للألبان ومشتقاتها، أي صناعة الجبن والزبدة والحليب المبستر وغيره من مشتقات الألبان. المجمع يضم إضافة لإسطبل أحسن رؤوس الأبقار التشادية مزرعة للأعلاف تضم أكثر من 10 بئرا ارتوازية بهدف خلق زراعة محورية حديثة، وهذه الماكينات المحورية تسقي مساحة أكثر من 1000 هكتار بقدرة إنتاجية تعادل 160 مترا مكعب من المياه في الساعة. والهدف من إنتاج هذه الأعلاف هو توجيهها أيضا إلى المراعي المجاورة لمدينة مندليا الواقع على بعد 40 كيلومترا من العاصمة إنجمينة. وبعد الشروح والزيارة الميدانية التفقدية، تعرف فخامته على سير العمل من خلال شروح الفنيين في الأسطبل الجديد والأسطبل القديم وماكينات الزراعة المحورية وغيرها. منسق المشروع الدكتور محمد حامد محمد قال إن هذه المزرعة تكون نموذجا أمثل لتطوير ثروتنا الحيوانية، ومن ثم أن المزرعة تنتج الأعلاف ويتم توزيعها إلى مختلف المراعي والرعاء كي يتسنى لهم توفير اللبن إلى المجمع. دارين ننتج بين 25,000 و50,000 لتر بتاع حليب في اليوم الواحد. لذا عندنا أبقار مجودة تجي 500 بقرة هنا وتقريبا 2000 في الضواحي، تسمح لنا نلقوا الكمية دي يوميا. فالحليب ده بكون مستخلص نظيف للاستهلاك المحلي، ومنه يكونوا أجباء جبنة وياورت وكل شيء، يعني كل مشتقات الحليب دي إن شاء الله نصنعها هنا بعد شهور. جودة الأكل البقر تنطيق حليب كويس في شنداسة، تشوف المجمعات دي وكلها شيء قاعدين خاص لأكل الأبقار بس، ما يعني صح الأكل، يعني البقرة لما تأكل كويس تنطي حليب كمية كويسة. وفي بياطرة قاعدين متابعين الصحة، وفي أخصائيين في الزراعة كلها قاعدين بيتبعوا لنا المشاريع دي كلها عشان الكمية اللازمة، ما نكونوا زي الأبقار التانية، يعني في الخريف هم السمان وفي الصيف خلاص بطل. فالمساحة دي كلها قادرين نغطيها بالإنتاج الزراعي اللي ننتجوه هنا في المحل ده لمنطقة منتليا. الزيارة التفقدية التي قام بها فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تكللت بالنجاح، وما تبقى لوزارة الثروة الحيوانية والعاملين في المجمع والشركة المنفذة المعروفة باسم موري للاستثمار إلا تأكيد ما وضعته من خطط ودراسات هذا المجمع، والذي سوف يكون انطلاقة إلى تطوير ثروتنا الحيوانية ونكتفي ذاتيا منها، ومن ثم تصديرها إلى دول الجوار. قامت صباح اليوم وزيرة البريد والاتصالات الحديثة أليس نمباي قامت بزيارة تفقدية إلى المبنى الجديد للإذاعة والتلفزيون برفقة المدير العام للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بكر ساندا وبعض من إداريي ومسؤولي وزارة الإعلام. حليمة السعدية. بعد تركيب المائدات والأجهزة الحديثة لمبنى الإذاعة والتلفزيون الجديد، جاءت هذه الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة البوسطة والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والإعلام الناطقة باسم الحكومة
أليكس نيامباي وبرفقتها المدير العام للإزاعة والتلفزيون بوكر ساندا ومديري كل من الإزاعة والتلفزيون الوطني، حيث كان في استقبالها المسؤولين الإداريين للمبنى. وخلال هذه الزيارة تفقدت الوزيرة مختلف المرافق والأقسام وأيضا المائدات بمختلف أنواعها كصالة التحرير للإزاعة والتلفزيون والمائدات الحديثة والأجهزة الفنية والاستديوهات الخاصة بالتسجيل وصالات الاجتماعات وأماكن أخرى. وعقب الزيارة فصرحت الوزيرة أليكس نيامباي قالت بأن هذه الزيارة تندرج في إطار تفقد المبنى قبل حلول موعد استلام هذا المبنى للإذاعة والتلفزيون الجديد. وأشارت الوزيرة أن هذا المبنى يحتاج إلى تأهيل وتكوين كوادر فنية قادرة على مواكبة الأجهزة الفنية الحديثة للاتصالات. والجدير بالإشارة أن هذه الزيارة تسمح للمسؤولين معرفة مدى جاهزية المبنى الذي بني خصيصا لمواكبة التطورات في الساحة الإعلامية. احتفلت فرنسا بعيدها الوطني الذي يصادف 14 يوليو من كل عام. تخلل الاحتفال عروض عسكرية مختلفة بحضور الرئيس الفرنسي وعدد من رؤساء الدول الصديقة لفرنسا. محمد حسن آدم. هكذا استهلت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لفرنسا والذي يصادف 14 يوليو من كل عام، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يحتفل الجنود الفرنسيين بمختلف العروض العسكرية بجادة الشانزليزيه. كما أقرت الحكومة الفرنسية تاريخ 14 يوليو يوما وطنيا في 6 يوليو لعام 1880. ونشير إلى أن هذه العروض العسكرية والطلقات النارية تعبر عن نهاية الاستبداد وبداية حياة جديدة للجمهورية الفرنسية في العام 1789، ورفع العلم الفرنسي ذات اللون الأزرق والأبيض والأحمر عاليا خفاقا. أحيت السفارة التركية لدى البلاد ذكرى ثانية للانقلاب الفاشل على حكومة أردوغان بحضور أعضاء السفارة التركية لدى تشاد ووزير الشباب والرياضة محمد نصر عبد الله. حسن جدا. في مثل هذا التاريخ من العام 2016 هناك عيون أرهقتها الدموع حزنا في البداية وفرحا في النهاية، في ليلة لا تمحى من ذاكرة الشعب التركي مهما تقدم الزمن وتقدم. إنها ليلة الانقلاب التركي الفاشل التي لولا إرادة الشعب التركي ووقوفه خلف قائدهم الجسور لما كانت الجمهورية التركية على ما هي عليه الآن، بالرغم من أنها شهدت انقلابات عسكرية متكررة قبيل ذلك. عبارة أدلى بها السفير التركي سعادة إردل صبري إرغن في هذه المناسبة التي أقامتها مؤسسة المعارف التركية تخليدا لذكرى الانقلاب. خطاب السفير جاء فيه أيضا إن الاحتفال هنا لم يكن فقط بالانقلاب الفاشل، وإنما بديمقراطية وتضامن الشعب التركي في وجه هذه المحاولة التي نسبها السفير لجماعة فتح الله جولين، ولإحياء ذكرى تلك الأوقات التي تجسدها لحظات الفرح، البكاء، الحزن، الألم، والتي تتجلى في لحظات الإنجازات العظيمة التي تبقى على لسان الأجيال المتعاقبة، فإن الشعب التركي أينما كان يحتفل فيها كما هو الآن بتشاد. إدانة فقام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لمحاولة الانقلاب التركي الفاشل، وقتها أشاد بها السفير التركي بتشاد صبري إرغن نيابة عن الجمهورية التركية وشعبها. المشاطرة وتقاسم اللحظات الصعبة في كل الأحوال لها معنى عظيم ألفته العلاقات التي تربط البرلمان التشادي مع البرلمان التركي، فهذا ما جاء على لسان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية التركية. احتفالات السفارة التركية بهذه الذكرى لم تقتصر هنا فحسب، بل عقد السفير أيضا مؤتمرا صحفيا ليسلط فيه الضوء على العملية، حيث قال فيه إنه ومن الصعب جدا إيجاد الكلمات المناسبة لوصف الغدر والخيانة التي أظهرها الإنقلابيون في تلك الليلة، حيث كان أسوأ عمل إرهابي في تاريخ الجمهورية التركية على حد قوله.
أقام مجمع الإمام مهدي التربوي حفلا تكريميا للتلاميذ المتفوقين. حضر الحفل ممثل وزير التربية الوطنية والأمين العام النائب برئاسة الجمهورية زينب أحمد. بمناسبة نهاية العام الدراسي لعام 2017-2018 أقام مجمع الإمام مهدي فضل التربوي المزدوج حفل تكريم التلاميذ المتفوقين في العام الدراسي الحالي، هذا وقد تخللت المناسبة عدة مداخلات منها كلمة مدير المدرسة والذي رحب بالحضور مقدما شكره إلى المعلمين على الجهود التي بذلوها من أجل الطلاب. بالنسبة للمجمع هو مجمع يفترض أن يكون مشتمل على أقسام كثيرة حسب ما نصب إليه، يعني فيه المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، في قسم لتعليم اللغة العربية للكبار، قسم تعليم اللغة الفرنسية. من ناحيته مدير التعليم الخاص بالوزارة ممثل للوزير لواء علي شواه دعاهم إلى توجيه الأطفال إلى الاهتمام بالمواد العلمية، وقال يجب على المعلمين تربية الأطفال بصورة جيدة وتعليمهم اللغات الأجنبية وبالاختصار الفرنسية. كما شهد الحفل تكريم رئيس مجلس أولياء أمور التلاميذ السابق الدكتور الأمين الدودو عبد الله، وقدمت في الوقت نفسه شهادة تقديرية لوزير التربية الوطنية تقديرا لما تقوم بها الوزارة في رعايتها للتعليم الخاص. وفي نهاية المناسبة قدمت شهادات تقديرية للمتفوقين والأوائل في كل الفصول بمجمع الإمام مهدي فضل التربوي. ترأس الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة مناسبة عرض الحصيلة حصيلة التحالف في تشاد. عائشة دوقي. هذا التحالف بمثابة تجمع للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد، الذي وضع في أجندة برامجه وأنشطته المختلفة موضوع السلام الذي يتطلب فهما جيدا لعمق معانيه ودلالاته، ومنذ فترة من الزمن وبالتحديد في مدة بلغت عاما كاملا، بحيث ظل يعمل التحالف على مواصلة نشاطه التوعوي من أجل نشر ثقافة التعايش السلمي ببعض أقاليم البلاد. وعندها قدم الأمين العام للتحالف أبا داود ننجدي الحصيلة السنوية الشاملة لأعمال التحالف. أنينا مشينا برا وسينا خدمة دا الشاب مروة كتار وبس أنينا خدمة سينا في بلدان 14 مدريات، كل ما شينا فوقها وهجينا فوقها في مشكلة العافية، مشكلة خلية القبيلة تكون ما في، ومشكلة كيف الهسة لم نقوله حكومة الرابعة كيف تسي ليش أن تستادل يعني شيء في وقت الفاتن شبنا ما مشو عديل. التعريف بالتحالف والأنشطة التي قام بها وتوضيح أهدافه في التوسط بين السلطات العليا والمواطنين في استتباب السلام وتحقيق العدل والديمقراطية من أبرز ما يسعى التحالف إلى إنجازه. قدم رئيس التجمعات المدنية والشبابية فيصل حسين حسن البرنامج التوعوي لسكان الدوائر حول التأكيد على تطبيق مخرجات الملتقى الوطني الشامل. بحر الدين عبد الشافي. مواصلة لبرنامج حملات التوعية التي نظمتها الجمعيات المدنية والشبابية لسكان الدائرة الأولى والثانية والثالثة، وذلك بهدف تبصيرهم وإلمامهم بمخرجات الملتقى الوطني المتعلق بالمشاريع الوزارية في الجمهورية الرابعة، وكذا تطوير المشاريع الاقتصادية وترقية المواطنة. وخلال المناسبة تحدث كل من رئيس اللجنة التنظيمية أحمد علي سعيد والمستشارة بالدوائر الثلاثة فاطمة إدريس، تحدث عن ضرورة تطبيق توصيات مخرجات الملتقى الوطني والعمل على تطبيق اللوائح داخل المؤسسات أثناء ساعات العمل. رئيس التجمع للجمعيات الشبابية والمدنية شكر الحضور وحث الشباب على القيام بدورهم الوطني. نحن في منظمات المجتمع المدني نعي بدوركم الاجتماعي كأنتم القوة الحية في الدوائر العشرة بالعاصمة الجمينة من أجل إيصال رسالة هذه الجمهورية الرابعة للقاعدة وإلى جماعتكم، لذا نرجو منكم جميعا إيصال هذه الرسالة بكل قوة حتى يعلم الجميع دور الجمهورية الرابعة وأثرها على التنمية المستدامة وعلى الوطن. ننوه بأن برنامج حملات التوعية تواصل فعاليات حملات التوعية بدوائر العاصمة. وفي نهاية الجلسة قدم الحاضرون أسئلة فأجاب عنها الرئيس بطريقة تفصيلية.
قدم رئيس منسقية المنسقية الوطنية للتجار التشاديين صالح جوجة قدم حديثا صحفيا حول أضرار مشروع بناء واستغلال سوق الغلال الذي تم وضع حجر الأساس به في 14 من مايو الماضي. جزء من هذا الحديث: السوق الخلة هو ركيز المتحرك لبلد المتجاورة. يعني فجأة يوم 14 مايو 2018 السلطات البلدية أخبرونا بوضع حجر الأساس لبناء سوق الغلة من جديد مع شركة أجنبية المعروفة بتيوا جلوبال تكنولوجي. نحن نخبر الرأي العام والوطني والدولي، السوق الغلة يعني بني من سنة 2000 من قبل وكالة فرنسية للتنمية المعروف بIFD، والحكومة خسرت فوق مليارات. بالنسبة للدخل الدولة يعني 90% من البضائع المستوردة من خارج تشاد كلها لتجارنا سوق الخلة، فبسبب ده يعني بيدخلوا أكثر يعني في من ناحية جمارك ومن ناحية الضرائب الأخرى. لذلك هنا أكثر من 80,000 تجار والتاجرات يمارسون تجارتهم في سوق الخلة، والكثرة السوق الخلة كمان يزيد أكثر تأثر للدولة وللتجار بصفة عامة، ويتأثر أيضا في الاقتصاد الدولة ومن ناحية الضرائب الجمركية والباقي الضرائب. نظرا لهذا نحن تجار بصفة عامة وتجار سوق الخلة بصفة خاصة نطلب من فخامة رئيس الجمهورية رئيس الدولة والسيدة الأولى للبلاد يعني بتدخلهم شخصيا يعني دور من هذا المشروع البناء ده خليه يعني يودو في محل الآخر. فده طلبنا، وفي مساحات كثيرة كده ما مبنية، فندور المشروع ده خليه يودو في محل آخر. نظم أعضاء الساحة الخضراء البيئة مسابقات لبعض المدارس في كيفية إعداد المشاريع التي تعمل على المحافظة على البيئة بحضور المدير العام بوزارة البيئة محمد صالح الحسين. وهذا التقرير: من أجل الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر، نظم أعضاء الساحة الخضراء الساحلية مسابقات في إعداد المشاريع التي تعمل من أجل المحافظة على البيئة، وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى البلاد، حيث بدأت المناسبة بكلمة الترحيب التي قدمها رئيس الساحة الخضراء الساحلية جويل يودومان، والذي شكر السفارة الفرنسية على دعمها لهذه المبادرة القيمة. المدير العام لوزارة البيئة ممثلا للوزير هو الآخر، مثمنا جهود التلاميذ الذين قاموا بإعداد هذه المشاريع التي تسعى على محافظة البيئة ومكافحة التصحر. أما ممثلة السفارة الفرنسية لدى البلاد راديا أوجاني قالت إن العمل على أمن وسلامة البيئة والمحافظة عليها ضرورة تفرض على الجميع لأنها تحمي الكائنات الحية، وأوضحت بأن السفارة الفرنسية تقف دوما إلى جانب المشاريع التنموية. يذكر أن أول فرقة مدرسية فازت بجائزة الخضرة الجميلة هي الثانوية الإعدادية لسان إيتيان. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بالعاصمة أنجمينا خلال الأيام الماضية تسببت في إحداث فيضانات غمرت أجزاء كبيرة من بعض حارات العاصمة أنجمينا. عز الدين الأمين تجول في حارات العاصمة وعد لنا هذا التقرير. الأمطار الغزيرة هشاشة البنية التحتية على كافة المستويات مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لاحتواء ما قد تحدثه الأمطار عوامل زادت من حدة الفيضانات التي ارتفع مداها لتغمر حتى من في القبور. من هنا عند زيارتنا لمقابر تكرى بالدائرة التاسعة لاحظنا اجتياحا مبينا للمياه التي غمرت القبور، كما ارتفع منسوبها ليستحوذ على الطرقات المؤدية إلى المقابر ما عطل تماما حركة الدفن وأدخل أهالي الموتى في حيرة إزاء هذا الوضع المزري. مع كل هذا اشتكى بعض السكان المجاورين للقبور من الروائح التي تنبعث بفعل قلقلة المياه للقبور على هشاشة الدفن، ما ولد الروائح التي أزعجت السكان.
هنا يعمل هؤلاء المتطوعين على إصلاح المجاري المائية وتعزيز قدرة السدود التقليدية التي غلبتها المياه في وقت علل فيه عمدة الدائرة التاسعة وأرجع الأسباب إلى قلة الموارد المالية للبلدية. أنينا بصفة جينا أنا أوتوريتي كومينال كله قاعدين نسوجود حقنا كل شيء ده يدور مويه حقنا بس قصر شيء ما بدنا بأسر وقت كما كده عندنا في بروجرام. في مقبرة لاماجي لا يبدو الوضع مختلفا كثيرا، فالمقبرة تفتقر للتنظيم من حيث الشوارع وتغمر المياه بعض المقابر، ما جعل بعض القبور أشبه بالحفر العادية. وأرجع عمدة الدائرة العاشرة أسباب هذه الهفوات إلى البلدية الأم. إذن المسألة بدت أشبه بالملاومة إلى حد ما، إذ يتحتم على مسؤولي البلديات القيام بمسؤولياتهم لتجنيب المواطنين الأحياء منهم والأموات كوارث الفيضانات. أقام مركز الكتاب المقدس لتدريب القساوسة ومسؤولي الكنائس حفلا بمناسبة تخريج الدفعة الثالثة من تأسيسها. حضر الحفل عدد من أتباع الديانة المسيحية. خليل حسن. إنها الدفعة الثالثة عشر لخريجي مركز الكتاب المقدس لتدريب القساوسة ومسؤولي الكنائس، والتي بلغ عدد خريجيها للعام 2017-2018 27 خريجا بعد أن أكملوا عامين من التدريب. مدير مركز الكتاب المقدس بكتوب يملو قال إن المركز منذ تأسيسه في العام 2004 دأب على تأهيل الشباب وتدريبهم لتأدية واجبهم الديني بأكمل وجه، ودعا الخريجين إلى تحمل المسؤولية والعمل من أجل استمرارية الدعوة المسيحية، مطالبا منهم الإخلاص في العمل. المنسق الوطني للمركز تحدث هو الآخر عن أهمية تخريج هذه الدفعة في مواصلة العمل الكنسي في تشاد وضبط سلوك أتباع الديانة المسيحية وفق ما جاء به الكتاب المقدس. ممثل الأمين العام للتجمع الكنسي في تشاد دافيد جان راتو أهنأ الخريجين ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الحميدة حتى يكونوا مثالا يحتذى به. أما ممثل المحتفى بهم فقد شكر المركز على جهوده التي قدمها لهم خلال عامي التدريب، وأكد بأنهم يتعهدون بتقديم كل ما لديهم في سبيل خدمة المسيحية. وقد شهد هذا الحفل العديد من الرسائل الدينية والترانيم الإنجيلية إلى جانب تسلم الخريجين لشهاداتهم التي وزعت بين أوساط الأسر والمقربين وجمع من أتباع الديانة المسيحية. عدسة التلفزيون الوطني رصدت لنا الآراء حول نهائي كأس العالم روسيا والذي يجمع منتخب كرواتيا مع المنتخب الفرنسي. فرنسا لعيبة الحصة ماشي فوق لعيبة أديل ومهاجمين، كل إنهم مهاجمين سريع مش مبابي كريسما، وحتى جيرو كله ما قوي فيها، لكن هو أديل ما جد شفت برنامج أديل مرة وايد. فرنسا دقة أن كله مرتاحين، ويعني نقول وراه ونستوي كم يمشي فينال يشيل فينال، ندور كم فرنسا فينال لا افريق دهلو، لان في جوار كله عندنا جوار افريكان جوار نوار قاعدين نشوفه قاعد يلعب في تو في فرنسا ده، يعني مرتاحين مره وايد. والله فرنسا ده هو سي ندور، بس اكيد ده عادل ندور يشيل فينال مره وايد ندور يشيل انا لما ندور فرنسا يشيل، لكن كرواتيا ده قوي فاتا فرنسا. فرنسا ما ماشي ده عادل ندور يشيل فرنسا بدي يشيل في مونديال، اما فرنسا فات ده كله فرحه ميرسي مره وايد ندور مره وايد ندور فرنسا يمشي مونديال نار ما حركه مندور. أنا أفريكان كله مارغونا، لكن خاصة في الأكيب أنا فرنسا ده أفريكان كتير قاعدين فوقها، ده يعني شغل يودينا أنا وعيدين سيبورتي فوق أكيب أنا فرنسا صراحة. وبهذه الآراء ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.